امي هيعجن اللي بيشعلقوا فيها؟ لا دول بيصوروا فيها بس. شبكيني عشان اطلع حلوه. هو حلو. هو انت تشحينه؟ لا مش تشحينه بس هتوقعيها. لا مش هوقع حاجه بس انت شيليني. لا مفيش مفيش. ساعديني ساعديني. هتوقع بيك يا دودو. مش هتوقع بيا جيجي ماشينه قوي. بصي مش بعاش يا ماما ده دودو صغنونه. لا عشان الخطير. لا وقلنا نطلع واحده مره واحده بس. لا ودي كل حاجه بقولي على لا عفك. لا ماما كل بطلب منك حاجه قليله. قلت لك اشربوا ميه وتشيليلا. قلت لك اقعد على المكان وتشيلي سالي انزلي. قلت لك اصوره. لا انا مش مفسحه كده. انت كده ما تخافيش عليا كده معايا تاني. يا دودو لا ما تخافيش عليا يا ماما. طب يلا يا دودو معلش. يلا يا ماما لا انا طب شبكيني اطلع فوق والنبي نمسكه طلعه على طلال. قلت لا. طب ما بشوف عيال بيعملوا كده بيطلع لهم على طلال. يعني انت قطوليها؟ تعالي اقفي هنا وريني قطوليها ولا لا؟ اوريكي. يلا طول. شكلك وحش قوي. لا طول طول شبكيني ونقتلوها. يلا يا بت. يلا يا بت. عشان انا مالك يا ماما عفاكله. عفاكله يا ماما مش عايزه اخرج معاكي تاني.